مساء الخير للجميع. ضمن فعاليات جمعية خطاب الثقافية هذه الأمسية الشعرية يحييها عدد من شعراء المفرق الكبار وبحضور سعادة النائب إسماعيل مشاقبة، حياك الله. نشكر جمعية الأصايل للفن للإبداع والفن التشكيلي برئاسة السيد منتصر عبيدات ورئيس جمعية خطاب الدكتور ميلاد خزالة. نشكر الحضور على حسن الاستماع إن شاء الله، ونسأل الله أن تكون هذه أمسية جميلة تليق بذائقتكم الشعرية. نستضيف شعراء. أولا نقدم لكم الشاعر الشاب الفذ، وهو شاعر شق طريقه في الشعر والأدب وكتب عدة قصائد وشارك في عدة أمسيات وعدة مهرجانات. نقول الآن يهدي للبشاعة وجهه رجل تطل الشمس من مرآته، الآن يعتزل قصيدة شاعر الخيل والبيداء من نزواته، ما قاله الشعراء قبل وجوده رجز وما قالوه بعد وفاته. نقدم لكم الشاعر الشاب المميز الأستاذ حسام جديفات. تفضل. أتي ناس ولا أدري لماذا ألقم الأيام للوسواس، ولا أدري لماذا كيف لا أدري بأي أساس، لماذا كلما سعد تبدى دقة الأجراس. سلام معشر الشعراء، حزن القلب كيف يقاس، على أننا نريد الموت نتقن نوتة الأنفاس، مزاجيون حديون مكتئبون لكن ماس. لإخواني المتعبين، هذا المساء ثقيل كيف أحمله، هل يؤمن الليل، هل بالله أسأله. هذا المساء ومارت في فمي لغة تستنجد الطلقة الأخرى فتقتله، رؤياي أشرب كأسا والمدام دمي، رؤياه يصلب والغربان تأكله، بالغربتين يرى كفا تهدده، وليس في وطن كف تدلله، لا يرتدي فنجان قهوته المقلوب ينكره، فالبن يسقطه والهيل يركله، في وسعه خيبة أخرى يموسقها، وبينه والمدى يأس يرتله، لا يرتدي وجهه المقهور فلسفة لم يبق في وسعه إلا تقبله، يخادع الوهم لا شيء يخادعه، يؤمل الوهم لا سعد يؤمله، يبلل الخبز دمعا دافئا ودما، وكسرة الجوع صيف لا تبلله، ما أكذب الموت لا لاء ولا نعم، حتى انتهينا لقلب مات مجمله، بين الشظايا وآمال محطمة ولا تحين مجازات تجمله. للمتعبين تعالوا واحملوا شعلا، هذا الطريق طويل من سيكمله. شكرا لكم. أحبتي، نقدم لكم الآن الشاعر الكبير المميز الكابتن الممثل الشاعر الأديب مؤلف القصص والروايات الأستاذ محمد النميرات، فليتفضل مشكورا. أحتاج أنثى كي تعيد توازني، إني على حبل الهوى أتأرجح، عقدان من وجع وهذا ثالث، ما لي مداوية له لا ألمح، ما لي مداوية له لا ألمح، عثرات قلبي من خشونة ظاهري، هذا الذي للناظرات الأوضح، وبداخلي طفل كبير وادع لكنه عن طبعه لا يفصح،
وبداخلي طفل كبير وادع لكنه عن طبعه لا يفصح، ومشاكس لكن رقيق جنتل خلف الصبالة. ومشاكس لكن رقيق جنتل خلف الصلابة ليلة وتمرح. هي قشرة الأناناس، هي قشرة الأناناس توهم أنه لا يستحب ومسه قد يجرح. ما قشرت حتى ترى ما داخلي حسناء عني ظاهري، أو تطرح كل اللواتي ما قرأنا قصائدي ورأينا أني شاعرا لا أصلح. لم تعنهن مرارتي في نظمها، لم تعنهن مرارتي في نظمها، أو كم عكفت ولم أزل لا أبرح حتى أشكل بالحروف أساورا وخلاخلا للفاتنات، وأمنح هدرا أضعت، هدرا أضعت على الحسان قصائدي، وقلوبهن مودة لا تمنح. أو أنني أخطأت حين ظننتها، أو أنني أخطأت حين ظننتها بالشعر وحده لا سواه ستفتح. لكن ألف قصيدة وقصيدة وقفت وظل الباب لا يتزحزح. تعبت حروفي والصدود يردها مخذولة، وتقربي لا ينجح. وأنا وقد فشلت جميع تجاربي، ما بين يأسي ورغبتي أترنح. على الصحراء تنتصب انتصابا، وتفتح إن أتى الأحرار بابا. نعيش بردها وتعيش فيها، ونرسل حين تسألنا جوابا. أنا للمفرق الحسناء عبد شكور لم أشأ أبدا ثوابا. قال الشاعر، شاعر المفرق الأول والكبير الأستاذ خالد الشرمان، فليتفضل مشكورا. أقول لو الذي سواك ماني بناسيك، لكن ظروف الوقت عنك ابعدني فيك الهنا يا زين كله، وانا فيك هايل ولكن الليالة تعسني. يلي خذيت من المحاسن مراميك، وشلون اوصف والمعاني نسني، واحتار شعري كيف يدرك امانيك، وانت المنى يا زين وانت تمني. لو كان عمري ما كفى كنت اهديك وحياة عينك كل شي يهني، اعطيك روحي والمشاعر ولاقيك واسعد بقربك بعد وقت التعني. محتاج انا يا روح قلبي احاكيك، محتاج روحك يم روحي تغني. ما ظنت اقدر يا حبيبي اهنيك، لان الشقاوي بدنيتي رافقني، وما ظنت اسعد بالهوى في لياليك، دربي تعاسه وغايب السعد عني. لكن احبك والمشاعر مراسيك والقلب صافي، وصادق الحب مني وهذا عذابي بالهوى، وكيف أخليك وكيف الزمن يبعدك يا زين عني. أدرب زماني ضايع بين يديك، وأدرب دموعي والأسى والتجني، وأدرب هوايا اللي زرعته أنا فيك. ولا تعتقد يا زين بك خاب ظني ترخص لك الدنيا وتعلى معاليك ويزيد حبك بلحشة وما يكني. صحرا حياتي يلغضي قبل ألاقيك، وصارت ربيع بيوم حبك فتني. ذكراك نور أهتدي فيه وارجيك، تحفظ عهود بالقلب ساكنني. ولا مت عنك، ولا مت عنك يا أنا الروح أوصيك، لا تدرف دموع الهوى يحرقني، واجلس بقرب القبر روحي تحس بيك والمس ترابه تفرح الروح مني. واذكر زماني صافيا يوم أنا فيك هايل، ظروف العمر منك سرقني. واذكر زمان فات والقلب راعيك، وادعي لعل المقبلات ترحمنا.